تعالوا نلون. Paint bucket. اختار هنا don't close gaps عشان مفيش فراغات تقريبا في الرسمة بتاعتي، مش محتاج ان انا اقول له تجاهل الفراغات. تعالوا نرسم ظل تحت الولد ده، هعمل لير جديدة هرسم فيها دايرة بس هلغي الستروك، هتبقى دايرة من غير حدود، وهخلي لونها اسود. هقف على الدايرة دي واقول له رايت كليك كونفرت تو سيمبل، اوكي، وهقلل الشفافية بتاعت الدايرة دي، خليها مثلا 30. تعالوا نخفي السكتش ونشوف الرسمة. مش باقي غير الشمس. الشمس هرسمها اني هعمل دايرة صفراء، اقول له رايت كليك كونفرت تو سيمبل، بس المرة دي هقول له موفي كليب لاني عايز اعمل فلتر معين يدي الوهج بتاع الشمس. الفلاتر طبعا ما بتطبقش على الجرافيك سيمبل، بتطبق فقط على الموفي كليب، فانا هختار موفي كليب. هدخل جوه الشمس دي، هعمل لير تانية فوقها، وهعمل لير كبيرة كده هقف عليها، وهختار تدريج دائري، وهختار من اللون الأصفر إلى نفس اللون الأصفر ولكن شفاف. شايفين حرف الـ A ده؟ ده الألفا الشفافية. لو عملت كده بقى في تدريج من الأصفر إلى الشفاف، بس التدريج ده مش مظبوط. خليني أختار أداة تعديل التدريجات اللي هي Gradient Transform Tool ونحاول نعدله شوية. تعالوا نقلله شوية كده. بالشكل ده. تعالوا اطلع برا للمشهد بتاعي. في فلتر هنا ظريف قوي اللي هو اللايتن. اللايتن ده اداني افكت الاشعاع بتاع الشمس. تعالوا نلغي طبقة السكتش. بكده يكون اللوحة اللي احنا بنرسمها خلصت، طبقنا عليها تقريبا كل او معظم الحاجات اللي اتعلمناها من ادوات للرسم في برنامج الانيميت.